النادي الأهلي دائماً أو قيمة النادي الأهلي إن هو بيعلو فوق الصغائر. يعني إيه؟ يعني دايماً الكبير بيفضل كبير، ما بتنزلش لتحت، ما بتبصش لتحت، ما بتحبش تبص لتحت، بالعكس أنت دايماً راسك بصة لفوق. وكلام اللي بيتقال زي اليومين ثلاثة اللي فاتوا زي ما قلت لحضراتكم، هو تصدير الإحباط لجمهور النادي الأهلي، وده مش هيحصل أبدا، لأنه طول ما جمهور النادي الأهلي واقف في ظهر لاعبته وجهازه الفني ومجلس إدارته، أعتقد أن كل الأمور هتفضل سليمة. وأعتقد أن احنا هنا في هذه القناة وفي هذا البرنامج تحديدا، في كل البرامج طبعا، ولكن أنا بتكلم على نفسي، أن سوف نظل دائما نحافظ على قيم وأخلاق ومبادئ النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم، النادي الأهلي دائما بيعلو فوق الصغائر. يعني إيه بيعلو فوق الصغائر؟ يعني ما بيحبش يبص لتحت كتير، اللي عايز يتكلم يتكلم، اللي عايز يقول يقول، ولكن النادي الأهلي بينظر فقط إلى أرض الملعب. أرض الملعب هي اللي هتحدد، أو مش هي اللي هتحدد، هي حددت قبل كده من سنة 48 مع بداية الدوري العام لغاية دلوقتي. النادي الأهلي خد كام دوري؟ كام؟ 41 دوري، منهم الدوري الأخير ده الناس قعدت تتريق وقعدت تقول كذا وقعدت تقول كذا وقعدت تقول كذا، ولكن في النهاية النادي الأهلي حسم الدوري. ولو تفتكروا أنا قلت لحضراتكم هنا، من يضحك أخيرا هو اللي بيضحك كتير. خرجنا من الكاس بفعل فاعل زي ما حضراتكم شفتوا، مستوى قد يكون مستوى أقل فنيا شوية من الفترة اللي فاتت وكذا وكذا، ولكن بفعل فاعل، على الرغم من لم يكن الأهلي جيدا في هذه المباراة، مباراة بيراميدز، ده وجهة نظر أنا، في ناس بتخالفني وجهات النظر دي، ولكن احنا خرجنا بفعل فاعل. تخيلوا حضراتكم لو تم احتساب ركلات الجزاء التي كان من المفترض أن تحتسب، والكل بما فيهم حكم المباراة اعتذر عن هذه ركلة الجزاء، تخيلوا حضراتكم خرجنا من البطولة الأفريقية بسبب مستوى سيء في ذلك الوقت. لكن اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم، دايما عمرنا ما هنبص ورانا ولا هنبص على مين بيقول إيه، دايما هنفضل باصين لقدام، دايما هنفضل شايفين جمهور النادي الأهلي أمامنا، وهو ده اللي هنمشي عليه، أو هو ده الهدف بتاعنا، ان احنا نوصل له، ان احنا نوصل لجمهور النادي الاهلي وهو واقف في ظهرنا كمجلس اداره، انا بتكلم هنا كمذيع في قناه النادي الاهلي، ان احنا جمهور النادي الاهلي بيقف دايما خلف مجلس ادارته، بيقف خلف جهازه الفني، بيقف خلف لاعبته، وبالتالي هو ده اللي احنا عايزينه. مش عايزين حد يصدر لحضراتكم الاحباط، مش عايزين حد يصدر لحضراتكم اي نوع من انواع الغيرة الواضحة جدا جدا، من الكلام، من الطريقة، من الاسلوب، من كل شيء. انا عمري في حياتي انا شخصيا مش هنزل لمستوى اي حد انا حاسس ان هو اقل مني،